من البداية كنت حاسة إنك بتحبني، بس اللي ما عملت له حساب هو إنه أنا بحبك، وأنا صرت حدا أساسي بحياتي. لو ما دخلت على حياتي كيف كنت رح أقدر أتخطى مشاكلي؟ كريم، قريت بكتاب عبارة بتقول إنه نحن لا نختار حين نحب ولا نحب حين نختار، إننا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب وحين نموت. ليه ساكت؟ ليش ساكت؟ مبسوط عم بتسمعلي. كل اللحظات الحلوة برزنامة حياتي اللي مرقت ما بتجي شيء قدام الحكي اللي عم بتقولي. تعا نجن. كيف؟ إذا كمشني بقول لك. كان في شيء بدك تخبرني إياه؟ رح خبرك كل شيء، بس مش الليلة. الليلة ليلة حب وجنون اللي ما رح ننساها ابدا. ميرا، قبل ما اعرفك كنت دايما اجي لهون، بس ولا مرة شفتها هالقد حلو. انت شو بتعمل تخلي الاشياء هالقد حلوة؟ بتطلع فيكي. بعدك سهرانة؟ يا بنتي ما بدك تنام وترتاحي شوي؟ تركيني وحدي. بس يا سلمى ما بصير تبقي هيك. ماما، تركيني وحدي. ما تطلعي فيي هيك. أنا ما بستحق الشفقة. هيدا عقاب من الله على اللي عملته بميرا. الله عم بيعاقبني لأني خربت بيت بنت خالتي. مجنونة. الحب يعلم جنون. بحبك، ما تنسيني. دايما سوا، دايما. شو مروان؟ طمني، لقيتها؟ بعد
من امبارح لليوم عم فتش لعالم ولا خبر، ما ضل حدا الا ما سالته عنه. يدلي انا ما تكون عملت بحالها شيء؟ ما تقولي هيك، بترجيك بعيد الشر عن قلبها. طب مروان لما رحت بلغت الشرطه شو قالوا لك؟ شو قالوا لي؟ قالوا لي رح نعمل اللازم ولما بنعرف شيء منتصل فيكم ومنخبركم. غادة دخيلك مش ناقصة، قلبي رح يوقف، إجري ما عادوا يحملوني. إذا أنت عم تقول هيك أنا شو بقول عن حالي؟ سامحيني ميرا. موجور سلمى، كيفك خالتي؟ فوتي خالتو فوتي. بونجور يا أحلى عروس. بونجور ماما. مبين واعية بكير. وين رايحة؟ عالجريدة. ماما في ضيفة برا بتحكي معك. مين؟ سلمى بنت خالتك. معلي ماما عادي معه وشوف شو بدها. كرمالي كرمالي بس غصب عني ميرا أنا رايح، بس مش معناتها نسيتك أو رح أنساكي. رايح لأنه مش رح أقدر أكون معك كل حياتي. مشاكل أهلنا نحن ما قلنا خاصة فيهم. أنا سمعت من الماما وبعدتك عن فادي، الله عاقبني وعرفت غلطتي وجيت لعندك حتى تسامحيني. بتعرفي كتار قالوا لي انه لو فادي عن جد بحبك لا سلمى ولا غير سلمى فيها تاخده منك. يعني بتسامحيني؟ ما بعرف. من حقك ما تسامحيني، ومن حقك كمان تطرديني من هالبيت وتسمعيني الحكي اللي بستحقه. بس اذا وافقتي وسامحتيني ما راح يكون الك بنت خالي وبس، راح يكون الك اخت وصديقه توقف حدك كل عمرها. ألو؟ ألو نعم
نعم نعم مزبوط، أنا مروان مختار. أي مستشفى؟ مروان وين بنتنا؟ عملت حادث وبالمستشفى؟ مروان جاوبني، بنتنا صاير معها شيء؟ قلت نروح نتعرف على جثة بنتنا يا غادة. غادة 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 حبيبتي، نور الجديد برجعتك يا أستاذ جود. صباح الخير. صباح النور. أنا بعمل شربة قهوة. يلا نشربها سوا. بليز بدي 2 قهوة على مكتب أستاذ جود. ميرسي. عم بتصل بكريم، خطه مسكر. امبارح كتير تأخرنا بالسهرة وبفتكر بعضه نايم، بدك شي منه؟ كنت بدي اسأله عن اسم الدكتور. موضوع الدكتور علي، رح أخذ لك موعد، وإذا بدك فيه روح أنا وياك. يا عم نيال كريم فيكي. مبسوط مع ياسمينة؟ ندمان على الساعة اللي تعرفت فيها عليها. ياسمينة طلعت عميلي لإلهم. ايه ما تستغربي، شكلها بغش. أنا كمان غشيت فيها وافتكرتها بريئة وطيبة. وين هي هلا؟ حبسها بالبيت. ممنوع تظهر وممنوع تحكي على التليفون. ما رح أسمح لها تتواصل معهم ولا بأي شكل من الأشكال. بقدر شوفها، أقعد أحكي أنا وياها. ميرا أنا بفضل تضلك بعيدة عنها. ما عم بحكي عنهم، عم بحكي عن ياسمينة. ما ياسمينة وحدة منهم. كنت بتعقد بحلقة اليوم. بعرف. شو عاملة؟ أنت عندك شغل فما تسن سنينك عشية، وبعدين حتى سارة عن جهة الوزي. خلص شغلك ونتلاقى بالبيت، اتفقنا؟ دايما لازم يكون متفقين. عم فكر اعزم ميرا وكريم على العشاء، شو رأيك؟ عزمي مين ما بدك، المهم نكون سوا. اوكي، باي. باي. لما قريت اسمك على شاشة التليفون ما صدقت عيوني. كيفك ميرا؟ وأنا الحمد لله ماشي الحال بهالعيادة. أكيد. إيه قولي. في زميل إلي بالجريدة عم يمرق بحالة نفسية صعبة شوي، وبصراحة فكرت فيك. لا، طلب يزورك لوحده. بس بهمني تعرف قصته بالأول لتعرف كيف تتعامل معه، لأنه موضوعه شوي حساس. خلص رح أبعث لك التفاصيل بالإيميل. أوكي، أي متى قدر تستقبله؟ جود، خليني أقول لك شغلي قبل ما تبلش تحكي لي وأحكي لك. عدا عن أنه ميرا بتجمعني فيها قرابي من ميت والدي، هي بتعز علي كتير وخبرتني قصتك. شو رأيك؟ مشكلتك مثل ما فهمت منها انك واقع بين ايدين مجموعة ارهابية وارواح الناس رخيصة عندها، واللي حواليك مش كلهم طبعا عم يبيعوك ومستعدين يبيعوا حالهم كرمال القرش. لهالسبب الحكي اللي لازم نحكيه انا وانت مش حكي طبيب نفساني ومريض، رح نحكي سوا من انسان لانسان. وما بعرف إذا بتحب يكون حكينا من صديق لصديق.
يا ريت حكيم. بتقبل تعزمني او اعزمك على فنجان قهوه بشي مطرح؟ شو بدك بعد منا؟ شو ما قلت يا عمي بحقي قليل فيي. انا اللي عملته ببنتك. ظاهر انك حسيت بغلطك بوقت متاخر. بابا حضرت لك. ميرا سامحيني. ميرا تكرم عينك، سامحتك، بس ما رح اقدر انسى اللي عملته فيي. بابا انا ظاهره من الجريده، التحقيقات اللي طلبته صارت جاهزه. انا رايح اشوف خطيبه. ميرا خطبتي بهالسرعه؟ على قليل ما خنتك. مين ما كان الشخص، علاقتك فيه هي حالة لتهربي من جرح جواتك، واللي سبب لك هالجرح مستعد يرجع. بكفي هالقد فادي. بنتي منا سلعة بتنشرى وبتنباع، خلصنا بقى. حبيت ياسمينة؟ غشيت بياسمينة. بعرف. بس لو فرضنا انه ياسمينة مش معه، كنت حبيتها؟ كنت ممتن لها. يمكن مع الوقت كنت رح احبها. بس كنت اكيد انه ما حدا رح يلغي لي حبي الاول. يعقوب شو كنيته؟ يعقوب؟ يعقوب ما بعرف، اكيد اسمه الحقيقي مش يعقوب. دكتور جهاد شو في براسك؟ شو رايك انا وانت نلعب لعبه نجيب اجلهم فيها؟ ليش مسكر خطك يا كريم؟ انا بعرف كيف بوعيك. عفوا ياسمينة، ما كان قصدي. كنت مفكرتك بعدك برا. كيفك ياسمينة؟ مثل ما شايف. ياسمين أنا ما بدي إياكي تكرهيني. أنا تسرعت باللي فكرته فيكي. أنا مستعد أرجع لك مفتاح البيت وتعملي اللي بدك إياه. من هلا وبالرايح مش رح مد إيدي عليكي أبداً. وخليكي. أنا خسرت روى ومش مستعد أخسرك. رح ضل حدك ومش رح أتركك. بس بس شو؟ بس تغير هيك بنكون حققنا أول خطوة وكسبنا ياسمينة. وأكيد هلا رح توصلن اللي صار معنا. طبيعي، مثل ما وصيتك، أول ما تشوف يعقوب سجل له.
ما تنسى تستدرجه بالحكي، بس انتبه جرب ما تعطيه كلمة وهيك بهالحالة، ومن بعد التسجيل رح يصير في بين ايديك الدليل، ما رح يعود في مخلوق قادر يتهمك بالجنون. طيب وبنتي؟ افضل تبقى عند خالتها، ما بعتقد انك بتأمن تتركها مع ياسمينة. مزبوط مزبوط، معك حق. رح اكتب لك على دواء مهدئ كرمال تحافظ على هدوءك، لأنه اللي عم تمرق فيه ممكن يخلي أي إنسان يفقد أعصابه، وخطتنا بتفرض عليك تبقى أعصابك هادية. كريم من الصبح مسكر خطه ومنه ببيته. زعلانين من بعض؟ لا أبداً، بالعكس امبارح كنا سهرانين وقضينا وقت كتير حلو سوا، بس قبل منا حسيت عليه متضايق منه على بعضه، سألته شو بيه وقال لي من أجل الحديث لبعدين. ما بعرف ما يسمع عقلي عم يخدني ويجيبني رح جن. معقولة؟ شوفي ميسان برجع بحكيكي بعدين. طب خبريني شو في؟ ميسان برجع بشوفك، لازم روح. طب اتصلي فيي وطمنيني عليه. أكيد أكيد. باي باي. مرحبا. أهلين مدام. أنا مجوزة صار لي فترة، وصار لي كم يوم عم حس بدوخة ولعيان نفس، بسمع إنه عوارض حمل بس ماني أكيدة. شو بقدر أعمل تأتأكد؟ في اختبار فيكي تعمليه بالبيت بتعرفي من خلاله، بس ضروري تشوفي حكيم بعدين. طيب ممكن شوفه؟ تكرمي مدام. تفضلي. بدي عزبك، فيكي تشرحي لي عن طريقة استعماله؟ تكرم عينك. خليك عندك، ما تفوت، لأنك رح تظهر من هون وللأبد. دينا كانت تحلم إنه نكون سوا، ما قدرنا نحقق لها الحلم لما كانت بيناتنا، خلينا نحقق ولو جزء منه بعد ما. بعد ما شو مروان؟ بعد ما قتلت بنتك؟ أنا ماني مسؤول عن موتها، بيناتنا اشتركنا بالجريمة. مين اللي خان التاني مروان؟ مين اللي هاد سقف هالبيت وراح عاش ببيت تاني؟ لما كنت اتحمل رجعتك عالبيت بوقت متأخر وسكران عم تعيط لي باسم عشيقتك، وقفت بوجهي حد البنت وقلت لي هالمرة عشيقتي وراح تضل عشيقتي، عجبك عجبك، ما عجبك تركك وفالي. تعرف أنا بشو غلطت مروان؟ غلطتي إنه عندي كرامة وقلت لك لا، ما عجبني. مروان دب غراضك وفل، ما بقى بدي أشوفك بعد اليوم. أهلا وسهلا فيك. أنا دكتور جهاد. تفضل. شكرا حكيم، قلت لي على التليفون انك استلمت حالة جود وحابب تستوضح عن بعض الاشياء. بصراحة انا ما حبيت اكتفي بالاجوبة على التليفون، حبيت اجي اشوفك واعمل لك زيارة بنفسي. هيدا بيشرفني دكتور. حالة جود فعلا ضيقة كتير، جبت لك الملف الطبي الخاص فيه، في بقلبه شرح كامل عن حالته المرضية وعن مراحل العلاج اللي تلقاها. تفضل.
شو يعني ما فيكي تعطينا نتيجة فحص عمله مريض من كم يوم؟ لأنه صاحبها استلم. وإذا قلت لك إنه هالشخص مفقود ومشغول بالنا عليه؟ هيدا قرار ما فيني آخده لحالي. أعطيني لحظة. ميرسي. كل ما بيجي لهون برتاح. الدنيا صارت كتير ضيقة والحمل تقيل. اشتقت لك روان، اشتقت امسك لك ايدك، اشتقت اعبطك وشد. انت اشتقت لمرتك ونحن اشتقنا لك اكثر. شو بك تفاجأت فيي؟ انا ايه تفاجأت، بس منيح اللي شفتك. كيفك؟ هيئتك غيرت رأيك؟ حسب، إذا كان العرض مغري. مليون دولار ما بيعملوا شيء. ولنفرض إنه العرض مناسب، بدي ضماني لسلامتي وسلامة بنتي ومرتي وكل اللي حولي. لو بدنا نأذيهم كنا أذيناهم من زمان. يمكن تغيروا رأيكم. ما تقلي إنه ما بتعملوها وبتقتلوا. مين قالك إنه نحنا منقتل؟ وروى اللي مدفوني هون شو؟ اضطرينا يا صاحبي، اضطرينا. خلينا نفتح نحنا وياك صفحة جديدة، وهيك بتعيش حياة ما كنت بتحلم فيها. الو دكتور. ايه الدليل الكامل صار معي، شفت يعقوب وحكينا بكل شيء. انت وين؟ اوكي جاي لعندك، اوعى تترك العياده. الو ميرا. كريم، كريم. دمرون الأمور عم تمشي معنا أحسن مما توقع لنا. رح وصل الأدلة لكل الناس وأطلع على التلفزيون وأفضحهم كلهم، وخلي قضيتي تصير قضية رأي عام، وخلي واحد منهم بعد يتهمني إني مجنون. وكلنا رح نكون حدك. الشريط صار جاهز. يلا شو ناطر شغله؟ أنا؟ إيه تفاجأت، بس منيح اللي شفتك. كيفك؟ حسب، إذا كان العرض مغري ما بيعملوا شيء. ولنفرض إنه العرض مناسب، بدي ضماني لسلامتي وسلامة بنتي ومرتي وكل اللي حولي. في شيء غلط، اتركها. يمكن تغيروا رأيكم. دكتور ما تقلي انه ما بتعملوها وبتقتلوا. في شي غلط. حدا حط ايده على المسجلة؟ وروى اللي مدفوني هون شو؟ لا خلينا نسمع بعض. لا لا دكتور ما بدي اسمع. بلا جود دكتور مش قادر اسمع، ما في اسمع.
دكتور قول شيء، قل لي شيء. ناطرت انت تقول. يعني هيدا كله كان براسي بس. ينعاد عليك يا بطل. على فكرة أنا موصف فيك منيح هون، مع أنك أنت اللي اخترت أنك تسير هون. ما راح اسكت عن اللي عم بيصير. مين راح يصدقك وأنت بنظر الكل مجنون؟ ما حدا بيفرض علي شيء، عم تسمع؟ ما حدا شافني فايت لعندك. هلا بيسمعوا بصوتك وبيقولوا عنك مجنون. يعقوب كان هون. هون؟ وين؟ لما رجعت من بيروت وفت على الغرفة لقيته. مش معقول، أنا امبارح نطرتك كل الليل وما في طريق تاني لحتى حدا يقدر يفوت على الغرفة. آخ، العائل اللي بيقعد بهالمستشفى بجن. يا صاحبي بقى قد طولة بال. يعقوب هون. مين يعقوب؟ خليك. لا لو سمحت خليني بعيد. إذا بتريد خليك معي. ما رح أقدر أعمل شيء، خليني بعيد عنهم حتى إذا صار ما صار أقدر ساعد. تلعب بالنار. معك خبر. بدك خبرك ليش انا بالمستشفى؟ جوز اختي كان يضربها، قتلته من حرقة قلبي عليها، واهلي كرمال ما انحبس حطوني بمستشفى الجنين، ومن بعد كم سنة بطلع من هون ما كأنه في شيء. صدقني يا صاحبي مني زعلان، العيشة هون أهون من عيشة بالحبس. على القليلة عندي أمل أطلع. جود أنت متأكد من الاسم اللي عطتني إياه؟ طبعاً متأكد. اسمه سامر فرج، ما لقيتي عنوانه؟ سامر فرج مات، منتحر من 5 سنين بعد ما قتل جوز أخته. مش معقول، مش مزبوط الحديث. أنا امبارح بالليل كنت أنا وياه. لازم تتأكد من الهوية الحقيقية للشخص اللي عم تحكي عنه، لأنه في احتمال كبير يكون من تحت شخصية سامر فرج. من هيك طبعت لك صورته. هيدا هو جود، تأكد منيح يمكن ما يكون هو. الصورة اللي معك من 5 سنين يعني أكيد غيرت ملامح وجهه. يا جماعة هيدا هو سامر فرج، كان شريكي بالغرفة بالمستشفى. ياسمينة كمان بتعرفه منيح، لأنه بهيداك الوقت كانت مسؤولة عن الخدمة بغرفتنا بالمستشفى. شوفي لي هالصورة وقولي لي من هيدا الشخص. مين هيدا؟ ما بعرف. ياسمينة اطلعي منيح بالصورة، هيدا سامر فرج كان معي بالأوضة بالمستشفى. ما كان في حدا معك بالغرفة، انت كنت وحدك. ليه عملت هيك؟ انشغلت ومسافر.
انت عم تكذب علي. تركتني لسبب تاني، وانا رحت على المختبر وعرفت كل شيء. دبيت شنطي ورحت على المطار، ما قدرت سافر، حملت حالي ورجعت من نص الطريق، ما قدرت روح، مع انه رغم وجودي هون ما كنت رح خليك لا تشوفيني ولا تعرفي شي عني. ما بعرف ليش اتصلت فيكي، مع انه ما حكيت، بس انت دغري عرفتي صوتك. حرف واحد بكفيني لأعرف صوتك، وحتى لو ما سمعت ولا حرف بعرفك من نفسك. بس لهلأ ما عم بفهم ليه عملت هيك. لأنه كل لحظة عم بتروح عم تاخدي من قوتي وتخليني أضعف، والضعف يعني حب. ميرا، ما بدي اياك تتعذبي من بعدي، لازم تنسيني. مش عذوقك، مش عذوقك. هالايام بحبها لانه حبيتي، بكرهها لانه عشتها بغلط معي. كان لازم ابقى بنظرك صديق وبس. ما تخترع كريم، انا بحبك وانت اللي بتحبني، وحبنا اللي رح يكون اقوى من المرض. بدك تفهم انه حياتك ما عادت ملكك، يعني القرارات اللي بتاخذها ما فيك تاخذها لحالك. كريم رح نعيش سوا، رح نكون سوا، رح نضلنا دايما دايما سوا. صدقتهم كلهم ضدك بشرفك، من بين كل اللي بتعرفهم شفت حدا بقوتنا. خلص يا عقوب، خلص يا عقوب، خلص خلص. بس برافو عليك، برافو عليك انك قبلت تتفاوض معنا. خلص يا عوب، خلص خلص يا عوب، خلص 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 يا عوب. ما راح اتنازل، انا جود مختار. بتعرف مين جود مختار؟ ما راح اتنازل، انا جود مختار، ما راح اتنازل. سمعتني؟ سمعتني شو عمل لك؟ ما راح اتنازل يعقوب. يعقوب انت منك حقيقي، لا لا انت منك حقيقي، انت بس براسي، انت بس براسي يعقوب، بس براسي، انت بس براسي يعقوب، منك حقيقي. انا حقيقي جوز، هالفكره هني حطوها براسك لانه ربيك يعقوب. اسألوا. يا جود صدقوا، كلهم بيخافوا منك. لا لا
لا